ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ مين اللي داخل المطبخ؟ انا يا ماما. ليه يا بابا؟ داخل المطبخ فيها ايه؟ داخل تعمل ايه يعني؟ مطبخ بيتنا داخله عادي يعني فيها لا ايه؟ يا بابا، ما بقاش زمان ده مطبخ بيت كله، كل حاجة عامل مش لنا حظ تجول يعني ولا ايه؟ امال ايه؟ تعال خش يا ماما، فيها ايه يا ماما؟ خش يا ماما. اهو اهو خدي ده اهو اهو اهو. ايه ده؟ بتفتح التلاجة ليه؟ عايز اشرب يا ماما. انت كهربت التلاجة؟ طبعا طبعا كهربت التلاجة ليه؟ حتى توم لي كيلو جبنة براميلي في التلاجة. هتموتيني عشان توم لي جبنة؟ امال ايه؟ انت بتفتح التلاجة ليه؟ عشان اشرب. اشرب من الحنفية. انا بشرب من الحنفية عشان في توم لي جبنة في التلاجة؟ ايوه. ده ليه ده يا ماما؟ ليه كل ده؟ هو كده. حاضر يا ماما. بتفتح ظرفة الخزين ليه؟ ايه وقت الكهرباء الشقة كلها ولا ايه يا ماما؟ ايوه ايه يا ماما في ايه؟ انت بتقول عايز اشرب دلوقتي، ايه علاقة الحوض اللي انت بتشرب منه بظرفة الخزين؟ بدور على اي حاجة. بتدور على ايه؟ بدور على اي حاجة تسلى بيها. تسلى ايه بابا؟ ما عندناش حاجة تسلى بيها، في تقشف يا حبيبي. يعني تقشف؟ عايز اتسلى باي حاجة يا ماما. مفيش الكلام ده. خلاص يا ماما ما تزعليش يا ماما. خلاص يا عم خلاص بقى يا عم. خلاص يا عم حاجة. انا اسف.